ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام، ولسه مكملين مع الفن التشكيلي. ولما نيجي نتكلم عن الفن التشكيلي هنتكلم عن جهد وتعب ومجهود وإبداع. مش أي حد هيمسك الفرشة ويلون ويطلع حاجة كويسة، لا، لازم يكون جهد ومجهود وكمان خبرة. مش هقدر أتكلم كعادتي في المجال، الضيف اللي بيجي معايا هسيبه هو يتكلم فيها. معانا ومعاكم أستاذة يمنى أحمد فضالي، فنانة تشكيلية ومنسق معارض فني تشكيلي دولي ودولية ومحلية، سفيرة السلام الدولي. أهلا بحضرتك يا أستاذة يمنى. أهلا بيك، منورانا. منور بيك. في البداية عايزة أعرف، تعرف حضرتك المشاهدين. يمنى أحمد فضالي، فنانة تشكيلية، بكالوريوس تربية فنية بدرجة امتياز، معلم أول تربية فنية محافظة الجيزة، حاصلة على مجموعة من شهادات التقدير والأوسمة والأضرع من دول كتيرة في مختلف أنحاء العالم. تمام. مدربة معتمدة للفنون التشكيلية، وباحثة ماجستير تربية فنية، كلية تربية فنية، قسم أشغال فنية. تمام. مديرة فرع مصر مجموعة ريشة ولون العالمية. الحمد لله، بفضل الله، بشكر قبل أولا وقبل أي شيء، أنا بشكر ربي جدا على المكان اللي وصلت لها في وقت يعني يعتبر قياسي، الحمد لله. بقول برضو بتمنى أن أنا أكون صورة مشرفة عن مصر، أكون صورة مشرفة لسيدة مصرية قدرت تواجه صعوبات كتيرة لتحقيق ذاتها. وطبعا عندي هدف وبسعى ليه ونفسي ان انا احققه، ودي رسالة مهمة جدا، اللي هو الفن رسالة حياة، الفن يخدم الإنسانية. اهلا وسهلا بيكي، نورتينا وشرفتي برنامج أرسال الحياة. برضو في بنقول لكل موهبة وحرفة بدايات، عايزة اعرف بدايات أستاذة يمنى فضالي. البداية كانت من صغري، كان جدتي الله يرحمها بتحب الرسم جدا وبالأشغال اليدوية، هي اللي حببتني في الموضوع. بدأت بعد كده، دخلت بقى اللي هي المرحلة الثانوية، قويت شوية، بعد كده المرحلة الجامعية، بعد كده في شغلي بقى كمعلمة تربية فنية. بدأت من حوالي يعني 7-8 سنين أتجه بقى المعرض الفن التشكيلي، لأن كنت بفكر دايما أعمل حاجة جديدة، يعني إزاي أحول مواد أولية لأشكال جميلة ومبهرة. ابتدأت أن أستخدم أوراق الجرائد، دي كانت فكرة جميلة جدا ونالت استحسان من مجموعة من الناس اللي في العالم بره. ورق الجرايد بتاعنا، ورق الجرايد اللي هو اللي في النفايات دي، اللي في الزبالة يعني، اللي بترمي ده. ابتدينا ان احنا نعمل بيه تشكيلات مع الطلبة، عملت معرض كامل بأوراق الجرايد، طبعا كان مبهر جدا، دي يمكن كانت بدايه استخدامي لورق الجرايد. عملت بيه تشكيلات جامده لدرجه ان ما حدش كان متخيل ان دي اوراق ورق الجرايد اللي بيبقى مرمي، يعني اللي مرمي في الزباله ده. ما بنستخدموش. في لوحه ليا اللي هي لوحه البجعه، دي لوحه من ورق الجرايد من اولها لاخرها، ما استخدمتش اي خامه تانية. دي كسبت على مستوى عالمي في مسابقه ارت ان ايروب، لان كان طبعا يعني الاجانب بره بيفضلوا استخدام او اعاده تدوير خامه ملهاش اي لازمه خالص، عن ان انت تجيبي ماده مثلا زي الجلد او الوان وفرش تشتريها وتشتغلي بيها. هم يعني بيفضلوا ده اكتر. هي دي تقريبا المسابقه. وفي واحده تانية اللي هي ارت ان ايروب. اكيد اكيد. طيب برضو احنا عايزين نعرف في بدايه الحلقه كده، عايزين تعرف ان يمنى الانسانه ويمنى الفنانه التشكيليه بتفصل ازاي، او هي ولا في ايه بالظبط؟ يمنى الفنانه التشكيليه هي يمنى الانسانه، الاثنين مرتبطين ببعض جدا. وهي الاثنين بيعتبروا زي رمز للعطاء. وبحب جدا الناس والمجتمع بتاعنا، ان انا اكون يعني في خدمته، ويا رب ان شاء الله يعني احقق الهدف اللي انا بوصل له باذن الله. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، ان الفن رساله انسانيه.
ومحتواها الحب والسلام والتسامح ونبذ العنف، لازم نبقى متفقين عن كده. فانه يخدم كمان الناس والمجتمع، ده ان شاء الله باذن الله هدف، ولازم ان شاء الله احققه باذن واحد احد، ربنا يعاوني ليه يعني ان شاء الله. في بدايه مشوار حضرتك يا استاذه يمنى، ايه المشاكل اللي واجهتك؟ في مشاكل طبعا بتواجه الانسان في بدايه حياته، ممكن تكون لسه مش عارف ازاي يعمل لوحة فن تشكيلي ممتازة، فكرة جديدة يقدر يوصل لها. عشان كده دايما انا بروح، كنت بدعم الموهوبين عندنا سواء من الطلبة او حتى من الفنانين التشكيليين زماننا، ان احنا لازم يبقى عندنا هدف، وازاي ندور على حاجة جديدة في المجال اللي انا بحبه. اصل مجال الفن التشكيلي دوت يعني مجالاته كتيره جدا جدا، يعني لو انا عايزه اوضح لك ان الفن التشكيلي دوت مجموعه متعدده من الفنون، وبتعبر عن الاحاسيس والمشاعر بتاعه الفنان. وبعدين هو بيستخدم مواد اوليه، زي ما انا استخدمت مثلا كده اوراق الجرائد في تشكيلات فنيه، كان ده اتجاهي. لكن ممكن حد تاني يدور على خامه تانيه يشتغل بيها. زمان كانوا بيشتغلوا مثلا بمسامير، ممكن يشتغلوا باي خامات تانيه، فاهماني؟ مجالاتها بتترمي. كتير مجالاتها كتير الفنون التشكيليه، مش مجرد ان احنا زي ما بنشوف كده معرض فن تشكيلي يبقى لوحات بس، لا ده انا ممكن ادخل كمان مواد اوليه فيه. سمعنا ان حضرتك نظمتي معارض متميزه جدا داخل مصر وخارجها. عايزه اعرف بقى من حضرتك نظمتيها ازاي، وايه العائد اللي حضرتك حصلتي عليه من المعارض دي؟ طبعا انا عايزه اقول لك ان انا بشكر جدا جدا من هنا من مصر رئيس مجموعه ريشه ولون العالميه استاذ حيدر اللامي على ثقته الغاليه فيا انه يخليني مديره الفرع هنا. وجودي في المنصب دوت يعني فعلا اضاف لي كتير جدا، لان انا قربت كتير جدا من الفنانين التشكيليين، وابتديت ان انا اشوف يعني هما بيحبوا ايه، وبيحبوا يكونوا متميزين في ايه، ايه الحاجه اللي هي بتبقى قريبه من قلبهم قوي في موضوع التكريمات او كده. نظمت 3 معارض الكترونيه، الحمد لله نالت يعني صدى واسع على السوشيال ميديا، والحمد لله والشكر لله. يعني ان شاء الله في خطط تانية اجمل واحلى جايه. بس انا عايزه اقول لك ان التجربه دي اضافت لي جدا، لان انا كان الاول مجموعه فنانين تشكيليين صغيرين جدا اللي انا عارفاهم، دلوقتي بقى بسم الله ما شاء الله الالافات من خلال الصفحه واللي انت مشرفانا فيها يا استاذه هنا. ربنا يخليك يا استاذه يمنى. طبعا بشوف اعمال حضرتك وبفرحانه جدا، كميه التكريمات والشغل اللي بتبقى موجوده على البيج بتاعك بسم الله ما شاء الله. هي الحمد لله يعني بفضل الله طبعا انها نايله يعني صدى واسع. بس انت صغيره برضه يا استاذه يمنى، يعني بسم الله ما شاء الله. لا يعني بسم الله ما شاء الله على اللي حققتيه، ولسه ان شاء الله تحققيه. سنك صغير يعني، بس الخبره الحمد لله. الحمد لله. انا 17 سنه في مجال التربيه والتعليم. بس انا عايزه اقول لك ان انا حاسه برضو ان مهما كان انا لسه في اول طريق. وبعدين انا عندي هدف وعايزه احققه، مش مجرد ان انا لوحه برسمها وبشتغلها واروح عرضها للبيع مثلا. على موقع النت او كده، او حتى في معرض الفن التشكيلي. لا انا عندي هدف، وربنا يكرمني يا رب ان شاء الله واوصل ليه باذن واحد احد يعني. اكيد اكيد ان شاء الله. ايه الالوان بقى اللي بتحبيها وبتميلي ليها على طول وبتحبي انت تستخدميها؟ بصي ما فيش لون محدد في الرسم بحبه، يعني هو الوحيد. بحب كل الالوان، والالوان المتاحه عندي قدامي ممكن اعمل منها لوحه جميله او عمل فني. بميل اكتر للون الذهبي يعني بحبه، بس مش في شغلي كرسم يعني. في الحياه يعني بتحب اللون الذهبي؟ في الحياه يعني لون راقي، لون راقي كده. لون فنانه تشكيليه طبعا. ربنا يخليك. برضو في حاجه عايزين نعرفها عن حضرتك. عرفنا ان انت برضو بتكتشفي المواهب الشبابيه خصوصا في الفن التشكيلي. الحمد لله رب العالمين. عايزه اعرف ايه بقى المواهب بتكتشفيها ازاي؟ بصراحه انا كان ليا تجربه شخصيه جميله مع 3 دلوقتي يعتبروا من اهم الفنانين التشكيليين. انا دلوقتي يعني هقول فيهم كلام شعر اهو. انا يعني ربنا كرمني ان انا اكون سبب في ظهورهم.
اول واحده كانت بنوته عندي في مركز الموهوبين في تبع اداره العمرانيه التعليميه محافظه الجيزه، اسمها الفنانه الشابه مايا البراجيلي. بسم الله ما شاء الله شغلها جميل جدا جدا. وفي صغيره في السن، هي دلوقتي في الكليه، بس دايما بقول لها يا بنوتي الغاليه يعني. أكيد. والفنانه داليا ناجح، بسم الله ما شاء الله دلوقتي بقى بتعمل معارض فن تشكيل ليها لوحدها اهي. داليا ان شاء الله بحبها جدا. والفنان احمد علي برضو بسم الله ما شاء الله شغله جميل. انا بحب قوي قوي ان انا اقول دايما اساميهم ليه، علشان انا بفتخر بيهم. يعني انا كنت بس سبب، مجرد سبب، لكن هم فعلا يستاهلوا الظهور ويستاهلوا انهم احسن فنانين في مصر. ما شاء الله. في ناس من ضمن حضرتك المواهب اللي اكتشفتيها نفسها تاخد من استاذه يمنى حاجات كتير، الادب والاحترام والفن اللي حضرتك وصلتي له. يعني حضرتك بجد فنانه موهوبه متكامله، ان حضرتك ما بتبصيش لنفسك بس، لا انت بتبصي للاخرين، عايزه الخبره بتاعتك توصل لهم. في ناس كتير عندهم حب الانا، عايزين هم وصلوا المكانه ما يدوش الخبره بتاعتهم ديت لحد تاني. انت عكس كده خالص. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي. وبرده نرجع للمعارض الدوليه والمحليه اللي حضرتك شاركتي فيها، كلمينا عنها كده شويه. انا شاركت تقريبا في 250 معرض الكتروني، وحصلت بقى على شهاده الدكتوراه الفخريه ودرع السفير مصر. هي شهاده الدكتوراه الفخريه على الشاشه تقريبا. والحمد لله كنت من افضل شخصيات العام 2020، وخدت اوسكار السلام، وحصلت اشتركت بقى في المعارض اللي هي الفن التشكيلي، حوالي قولي مثلا 25 معرض على ارض مصر بقى اللي هو الواقعي، مش الكتروني يعني. بس والحمد لله ربنا يسهل ان شاء الله الامور واكمل. في مفاجاه بحضرها قريب ان شاء الله باذن الله، انت ليكي السبق فيها اهو. ربنا يخليكي. طبعا ده من برنامج اسرار الحياه بقى بتاع المفاجآت. طبعا. مفاجاه جميله قوي ان شاء الله، هتنول يعني، هتعمل ضجه ان شاء الله باذن الله في مصر، واتمناها انها تكون مشرفه يعني كوجهه مشرفه لمصر امام العالم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طبعا احنا دلوقتي معانا قدام الساده المشاهدين معانا لوحات جميله، عايزاكي برضو تمسكي اللوحه وكلمينا عنها كده استاذه يمنى. اللوحة الأولانية دي كانت عبارة عن تصميم فني، عن زهرة من زهرات الكروم. كان يعني حبينا ان احنا نشتغلها كفكرة جديدة، مع استخدام ثلاث أسماء من أسماء الله الحسنى، الباطن والبديع والفتاح. اللوحة في النص اللي هي اللوحة الجبارة بقى اللي عملت شغل جامد قوي، دعاية جامدة ليا، اللي هي لوحة كليوباترا. دي لوحة من الجلد الطبيعي، ومع اضافات اخرى ضفتها لها زي الفلين والخرز وكده، بس نالت بقى صدى واسع على في السوشيال ميديا عموما، وكمان لما عرضتها في المعارض الالكترونية يعني نالت اعجاب الناس الحمد لله. اللوحة الثالثة عند حضرتك هنا اللي هي لوحة رسم على الحرير، دي كانت تجربة حلوة جدا. استاذة يمنى معلش معانا اتصال. الو. الو. استاذه معتزه فنانه تشكيليه، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي يا استاذه هند. ربنا يخليكي، نورتينا ونورتي اسرار الحياه. حبيبتي. الاستاذه يمنى دي فنانه تشكيليه مميزه جدا، وشغلها رائع رائع يعني، وانا بتابعها في كل معارضها الفنيه المحليه والدوليه. انت اجمل. وعندها القدره على اعاده التدوير بجد، يعني الخامات من حاجه لا تذكر، واللي عمل فني رائع. وان شاء الله باذن الله. وان شاء الله انا عايزه اقول بقى، عايزه ايه بس، في مفاجاه ان شاء الله قريب جدا جدا، نشاط بيني وبين الفنانه التشكيليه يمنى، ان شاء الله يعني حاجه هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. رايك في اللوحات اللي الاستاذه يمنى بتعملها، ايه رايك فيها؟ حاجات ما هي ملهاش منافس يعني، شغلها ما حدش زيها ابدا. يعني فنانه تشكيليه بجد. هي صراحة مجتهدة، ولكل مجتهد نصيب طبعا. الحمد لله رب العالمين. لا جدا بجد. الحمد لله. اشكرك يا استاذة معتزة.
الشكر لله لحضرتك. ربنا يخليكي. استاذه معتزه فنانه تشكيليه جميله جدا. هي خريجه فنون جميله بس عندها احساس عالي جدا جدا. هي برضو بتسعى شويه في موضوع تدوير الخامه. بس هي عندها تكنيكات تانية واسلوب تاني. هي على المستوى الشخصي هي انسانه جميله، وان شاء الله يبقى في نشاط مشترك ما بيني وما بينها قريب. اكيد ان شاء الله بينا. عايزين نعرف برضو ايه هو الجديد في عالم الفن التشكيلي. الجديد ده بقى ده اللي هو اهم حاجه. احنا عايزين نتكلم عليه بقى عشان نعرف. نهلك يا رب. بصي، هو ان شاء الله باذن الله في حاجتين ربنا يكرمنا فيهم ان شاء الله. في مسابقه انا داخله فيها، اللي هي اول حاجه الترشيح للمنافسه على جائزه المجموعه العربيه العالمية ولقب أفضل فنانة عربية شابة في العالم لعام 2021. أنا داخلة بيها بلوحة كليوباترا دي حاليا، طبعا بقيادة أستاذنا الكبير رامي شوكت. بتمنى إن شاء الله إن أنا أحصل يعني على جايزة إن شاء الله في المسابقة دي، لأنها مسابقة عالمية. في المؤتمر العربي الدولي لإحياء التراث بفندق أوريسيال بدار القوات الجوية، هيقام المعرض فيه فن تشكيلي إن شاء الله بعد عدة أيام تحت رعاية رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي وبرعاية كويتية من الشيخة انتصار الصباح. حلو جدا. إن شاء الله طبعا بإذن الله. وكمان المفاجآت اللي هتحصل إن شاء الله. إن شاء الله وإحنا هنكون بإذن الله أول ناس هتشجع أستاذة يمنى. إن شاء الله شرفوني. إن شاء الله ربنا يخليكي. أستاذة يمنى، برضو بالنسبة للوحات بتاعتك عايزين نعرف الوقت اللي بتاخد اللوحة إيه؟ اللوحة بتاخد وقت معايا أنا يعني ممكن أقول لك شهور. ليه بقى؟ لأن أنا من النوع اللي بحب أشتغل كل جزئية بدقة قوي. تمام. ولازم يكون يعني في هدوء نفسي عندي علشان أقدر إن أنا أنتج الجزء بتاع النهاردة اللي أنا هعمله. ده يمكن سبب من أسباب النجاح، لان انا ما بحبش اخلص اللوحه في اسبوع او ممكن في ساعتين. في ناس ممكن تخلص اللوحه لو لوحه الوان زيتيه او اي نوعيه الوان في ساعتين. لا، انا بحب اشتغل حاجات صعبه وتكون دقيقه وكل حته بتاخد حقها قوي في الشغل. فده يمكن هو ده اللي بيطلع الحته يعني تبقى مبهره، اللي هي اللوحه او جزء الشغل. حتى لو انا بعمل جداريه، ما انا بعمل برضو جداريات في المدارس وبعمل جداريات مع الطلبه. فبحاول ان انا اغرس فيهم دايما الدقه. اتقان العمل مهم جدا جدا في الشغل بتاعنا اللي هو الشغل الفني، يعني شغل الاعمال الفنيه. اكيد لازم الدقه والابداع بيبقوا في الفن ده عن اي فن تاني. ايوه. لان انا مش همسك اللوحه هعملها وخلاص اي لوحه، لا. بتبقى برضو بيبقى في اهتمام وعنايه بالخامات والماتيريال اللي انت هتستخدميها. بالظبط، خصوصا احنا بنشتغل بخامات. احنا اشغال فنيه بنشتغل بخامات، لكن خلاف في طبعا فنانين تشكيليين بيشتغلوا بالوان، مجرد الوان. اكيد، بس في ناس بتاخد وقت فعلا في لوحاتها. طبعا ايه اللي بيميز يمنى عن اي فنانه تشكيليه تاني؟ اول حاجه حبي ربنا جدا، عندي ثقه في الله جدا جدا والرسول عليه الصلاه والسلام. ان انا واجهت كتير من الصعوبات فعلا في حياتي عشان احقق ذاتي. فانا حاسه ان ربنا بيدعمني دايما وبيقف جنبي وبيوفق لي الناس اللي زي حضرتك كده. ربنا يخليكي حبيبتي. علشان اقدر اكمل واحقق الهدف اللي انا فعلا يعني نفسي اقوم بيه ان شاء الله على اكمل وجه. اللي هو الفن يخدم الانسانيه. من ضمن الصور اللي احنا شايفينها، يا ريت صوره البنوته، عايزه اعرف ايه البنوته من ضمن الصور ديت؟ مين البنوته دي؟ دي بنتي الوحيده ريناد. يا ريت بس الكنترول يجيب لنا صورتها. بنتي الوحيده ريناد، فنانه صغيره كده تحب الرسم. ريناد اهي. وتحب الرسم. بتحب تقلدني كتير. بنت حضرتك الالوان. بنتي الوحيده. بتحب الرسم قوي، بتحب الاشغال الفنيه. انا يعني عايزه اقول لك ان هي احسن مني، يعني شوفي انا بقول لك هي احسن مني. بحبها جدا طبعا، واتمنى لها ان هي توصل لكل احلامها وتحقق لها ان شاء الله باذن الله، وتبقى فنانه فعلا على مستوى مصر والعالم. حابه المجال بتاع حضرتك جدا، يعني طول ما انا شغاله هي شغاله معايا. وبعدين انا بلاقيه فيها الحته اللي هي الابتكار والابداع،
ربنا ان شاء الله باذن الله يوفقها ويحقق لها كل اللي بتمنى. ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله تاثرتي قوي. ان شاء الله. بص يومنا برضو لما احنا عرضنا على البيج بتاعنا ان حضرتك جايه معانا ونزلنا كام صوره الكل بيقول احنا عايزين نعرف سر ملابس استاذه يمنى. ايه السر بقى؟ حضرتك واخده ستايل تاني غير اي ستايل احنا بنشوفه، ايه السر؟ بالنسبه من وجهه نظري ان الستايل بتاعي يعني او ان زي المراه بتعبر عن شخصيتها. انا بحب الستايل دوت لان انا بحس ان فيه رقي وشياكه وجمال واناقه. بحب يعني يبقى ليا خط زي ما زي مختلفه منفرد، لا وزي ما انا بحب اعمالي منفرده وليها كاريزما معينه زي ما بيقولوا. بحب كمان ان يبقى الزي اللي بلبسه يبقى مميز يعني. طبعا. بصي بقى في نهايه حلقتنا يعني انا عايزه تقولي بقى شكر سريع لمين كده علشان احنا خلاص فينيش. طبعا اول حاجه انا بشكر ربنا جدا جدا والرسول عليه الصلاه والسلام ان انا دايما كنت بحس دايما ان ربنا واقف جنبي، وبشكر القناه قناه الصحه والجمال، بشكر القائمين على اسرار الحياه البرنامج، وبشكر حضرتك استاذه هند شاهين جدا. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي، مبسوطه قوي جدا ان انا معاكي وانا كمان والله. وبشكر كل حد دعمني في يوم من الايام تكي. من اهلي، من اسرتي، من اصحابي، من حبايبي، من كل الناس فعلا يعني بشكرهم جدا من كل قلبي وبتمنى لهم كل الخير وفي الدنيا والاخره. ربنا يخليكي. احنا كمان بنشكرك استاذه يمنى وبنتمنى لك مزيد من النجاح والتفوق باذن الله. طبعا ايه رايك في دي بقى؟ استاذه يمنى فاجئتني باللوحه الجميله ديت، انا بتشكر لها على الهوا ولا شكرا جدا. دي هديه بسيطه قوي. ربنا يخليكي، جميله جميله، ما كنتش اعرف عنها حاجه ولا الصوره خالص. هي فاجئتني باذن الله. نعمل لك احلى واحلى ان شاء الله، وربنا يوفقك في حياتك باذن الله ان شاء الله، مزيد من النجاح والتفوق. في نهايه حلقتنا اشكركم مشاهدينا الكرام ومزيد من حلقات اسرار الحياه.